بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العالم العلامة جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري المصري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. قال رحمه الله: الكلمة قول مفرد، وهي اسم وفعل وحرف. فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتاء ضربت، وهو ضربان. معرب وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد. ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذام وأمس في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. وأما الفعل فثلاثة أقسام: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة، وبناؤه على الفتح كضرب، إلا مع واو الجماعة فيضم كضربوا، والضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت، ومنه نعم وبئس وعسى وليس في الأصح. وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة، وبناؤه على السكون كضرب، إلا المعتل فعلى حذف آخره كغزو واخش وارمي، ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون، ومنه هلم في لغة تميم وهات وتعال في الأصح. ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه بحرف من نأيت، نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم، ويضم أوله إن كان ماضيه رباعياً كيدحرج ويكرم، ويفتح في غيره كيضرب ويستخرج، ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن إلا أن يعفون، ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا نحو لينبذن، ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد ولا تتبعانه لتبلون فإما ترين ولا يصدنك. وأما الحرف فيعرف بأن بألا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل نحو هل وبل، وليس منه مهما وإذما، بل ما المصدرية، ولما الرابطة في الأصح، وجميع الحروف مبنية. والكلام لفظ مفيد، وأقل ائتلافه من اسمين كزيد قائم، أو فعل واسم كقام زيد. فصل. أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم، فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة، ويجزم بحذف حركة إلا الأسماء الستة، وهي أبوه وأخوه وحاموها وهنوه وفوه وذو مال، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، والأفصح استعمال هن كغد، والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف، وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو ويجران وينصبان بالياء، وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، وكذا اثنان واثنتان مطلقا وإن ركبا، وأولو وعشرون وأخواته، وعالمون وأهلون ووابلون وأرضون، وسنون وبابه، وبنون وعليون وشبهه كالجمع. إلى هنا وصل الشرح. وهذا انتهينا منه الأسبوع الماضي، اليوم
إن شاء الله سنأخذ فصلين أو نوعين من ما خرج عن الإعراب الأصلي، المزيد بألف وتاء والممنوع من الصرف. اقرأ أولا المزيد بألف وتاء. نعم. قال رحمه الله في المتن: وأولاتي وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما فينصب بالكسرة، نحو خلق الله السماوات أصطفى البنات. وقال في الشرح: الباب الرابع مما خرج عن الأصل ما جمع بألف وتاء مزيدتين كهندات وزينبات، فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، تقول رأيت الهندات والزينبات، قال الله تعالى خلق الله السماوات وأصطفى البنات، فأما الرفع والجر فإنه على الأصل، تقول جاءت الهندات فترفعه بالضمة ومررت بالهندات فتجره بالكسرة. ولا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع مؤنثا بالمعنى كهند وهندات، أو بالتاء كطلحة وطلحات، أو بالتاء والمعنى جميعا كفاطمة وفاطمات، أو بالألف المقصورة كحبلى وحبليات، أو الممدودة كصحراء وصحراوات، أو يكون مسماه مذكرا كإسطبل وإسطبلات وحمام وحمامات. وكذلك لا فرق بين أن يكون قد سلمت فيه بنية واحده كضخمة وضخمات، أو تغيرت كضخمة وضخمات، أو تغيرت كسجدة وسجدات وحبلى وحبليات وصحراء وصحراوات. ألا ترى أن الأول تحرك وسطه كشجرة وشجرات، والثاني قلبت ألفه ياء، والثالث قلبت همزته واوا؟ ولهذا عدلت عن قول أكثرهم جمع المؤنث السالم إلى أن قلت وما جمع بالألف والتاء، لأعم جمع المؤنث السالم وجمع المذكر وما سلم فيه بناء المفرد وما تغير. باقي عندنا بس كلام عن الأولاد، أكمل فضلك. نعم. وقيدت الألف والتاء بالزيادة ليخرج نحو بيت وأبيات وميت وأموات، فإن التاء فيهما أصلية فينصبان بالفتحة على الأصل، تقول سكنت أبياتا وحضرت أمواتا، قال الله تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم. وكذلك نحو قضاة وغزاة، فإن التاء وإن كانت زائدة فيهما إلا أن الألف فيهما أصلية لأنها منقلبة عن الأصل. ألا ترى أن الأصل قضية وغزوة لأنها من قضيت وغزوت؟ وغزية هنا في الكتاب وغزوة. نعم. إذن وغزية 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 لأنها من قضيت وغزوت. فلما تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفين، فلذلك ينصبان بالفتحة على الأصل، تقول رأيت قضاة وغزاة. انتهى الحديث. ما ذكر هون عن أولاد شرح، ما شرح شيء عن أولاد، انتقل إلى ما لا ينصرف. طيب ماشي إن شاء الله. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. اللهم افتح بالخير واختم بالخير واجعل عقبة أمورنا كلها إلى خير. ما مسموع شيخ، ايش صوت؟ ما مسموع، ما يعني ما مسمع الصوت، ما واضح؟ لا والله يعني صوت ضعيف جدا، بس شوية تقوية. نعيد الأول، هيك الصوت أوضح إن شاء الله؟ إن شاء الله. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عقبة أمورنا كلها إلى خير. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم سهل لنا أمورنا مع الراحة لصدورنا، واجعل علومنا وأعمالنا خاصة لوجهك الكريم يا رب العالمين، وارزقنا تطبيقها والعمل بها على أحسن وجه يا رب العالمين. إذن وصلنا إلى المزيد بألف وتاء. نحن طبعا تعلمنا أو درجنا في المدارس على اسم جمع المؤنث السالم، طبعا هو ذكر أنه هذا سار عليه أكثر النحاة، ولكنه هو عدل كما فعل ابن مالك إلى المزيد بألف وتاء. طبعا هناك أسباب سيذكرها في الشرح. إذا مشينا على ما مشينا عليه في المدرسة، جمع المؤنث السالم أو جمع المؤنث السالم يجب أن يكون يعني من تعريفه من اسمه ما دل على جمع بزيادة ألف وتاء. إذا يجب أن يكون له مفرد، وهذا المفرد يجب أن يكون مؤنثا، ويجب أن يسلم بناء المفرد عند جمعه حتى نسميه جمع مؤنث سالما. واضح؟ دعونا الآن نبقى على هذا التعريف حتى نفهم لماذا خرج عن هذا التعريف. هذا الجمع ما الذي خرج أو أخرجه عن باب الإعراب الأصلي؟ فقط في حالة النصب، في حالة النصب فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. أما في حالة الرفع والجر فإنه يبقى على الإعراب الأصلي، فيرفع بالضمة ويجر بالكسرة. فتقول مثلا جاءت الطالبات ومررت بالطالبات. الطالبات في المثال الأول نقول فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وفي المثال الثاني مررت بالطالبات اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. أما إذا جاء مفعولا به فقلت رأيت الطالبات، هنا خرج عن الإعراب الأصلي إلى الإعراب النيابي، فنقول طالبات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم مثلا. هكذا تعلمنا في المدرسة. الحين لماذا عدل ابن مالك أو ابن هشام وغيره عن هذه التسمية؟ لاحظ الأسباب التي ذكرها. قال لك لا يشترط في مفرده أن يكون مؤنثا، هناك بعض الأسماء المذكرة التي جمعت هذا الجمع، ولا يشترط أن يسلم بناء مفرده عند جمعه. لذلك لاحظنا مثلا بعض التغييرات التي سيذكرها. لذلك حتى يعم جمع المؤنث السالم وغيره، يعني ما كل اسم والله يعني خالف شروط جمع المؤنث السالم نسميه ملحقة فتكثر الملحقات، عدلوا عن هذا الاسم إلى اسم آخر هو المزيد بألف وتاء. المزيد بألف وتاء، فكل اسم جمع بألف وتاء مزيدتين. لاحظوا أهم شيء أن تكون ألف وتاء مزيدتين، يعني ليست الألف أصلية كما لاحظنا في كلمة قضاة، وليست التاء أصلية كما لاحظنا في كلمة أبيات وأموات، أن تكون الألف أو أن تكون ألف والتاء مزيدتين حتى يسمى الجمع المزيد بألف وتاء. فنحن في المدرسة علمونا أن هذا الجمع يجمع عليه عدة أسماء، وهو ذكر تقريبا خمسة أنواع. فقال مثلا المؤنث لا يشترط أن يكون مؤنثا في المعنى، أو في المدرسة كانوا يسمونه مؤنثا حقيقيا، مؤنثا حقيقيا، بل يجوز أن يكون مؤنثا لفظيا مثل طلحة وحمزة وغيره من الأسماء التي تدل على المذكر وتنتهي بتاء التأنيث، هذا يسميه مؤنث لفظي، مؤنث لفظي. وهذا الاسم طبعا نسينا أن نذكره مع جمع المذكر السالم، لا يجوز جمعه بالواو والنون لأنه ينتهي بتاء التأنيث المربوطة أو تاء التأنيث. فقالوا في جمع المذكر السالم يجب في العلم المذكر أن يكون خاليا من تاء التأنيث ولكن قابلا للدخول عليها. هذه نذكرها إن شاء الله مرة ثانية. إذا هنا كل اسم ينتهي بتاء التأنيث ولو أطلق للمذكر علم على المذكر يجمع بالألف والتاء. فنقول في جمع حمزة مثلا حمزات، عبيدة عبيدات، طلحة طلحات. فعند الإعراب لا نقول مثلا رأيت الحمزات، نقول مثلا مفعول به منصوب على نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. واضح؟ لأنه مزيد بألف وتاء، لأن مفرده ليس مؤنثا. إذا هذا أول نوع ذكره المؤنث اللفظي. المؤنث الثاني المؤنث الحقيقي،
وسماه مؤنث بالمعنى كهند وزينب، يعني يدل على أن مفرد مؤنث ولا ينتهي بتاء التأنيث المربوطة. النوع الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله، إذا دل على المؤنث وانتهى بتاء التأنيث فنقول مؤنث لفظا ومعنى، مؤنث لفظا ومعنى أو حقيقي ولفظي، مؤنث حقيقة ولفظا كفاطمة وخديجة وغيرها. واضح أيضا هذا النوع الثالث الذي يجمع هذا الجمع. النوع الرابع هو ما انتهى بألف التأنيث المقصورة، مثلا كلمة حبلى فنقول حبليات، فضلة فضليات، كبرى كبريات، وهكذا. النوع الخامس الذي ذكره المؤلف الذي انتهى بألف التأنيث الممدودة، مثل كلمة مثلا صحراء أو بيداء، فإنه أيضا يجمع بالألف والتاء فنقول صحراوات بيداوات وهكذا. الآن طبعا هو ذكر هذا التغيير، سنعود إليه مرة ثانية من ناحية التغيير. النوع السادس الذي ذكره المؤلف هو الاسم المذكر، مثل إسطبل وحمام، هذا في المدرسة كانوا يعلمونا إياه، يقولون كل اسم خماسي لم يسمع له جمع، كل اسم خماسي أو أعجمي لم يسمع له جمعا، لم يسمع له جمع، فإنه يجمع بالألف والتاء. إسطبل وحمام ليس جمع، فقالوا نجمعه بالألف والتاء فنقول وحمام. وأنا أذكر أيضا من أيام المدرسة قالوا لنا كل مصدر تجاوز أحرفه الأربعة فإنه يجمع بالألف والتاء، هذه هنا لم يذكرها المؤلف، نتداركها أو نستدركها عليه. فمثلا كلمة استقبال، مصدر استقبل، نقول في جمعها استقبالات. مثلا كلمة انتصار، مصدر فعل خماسي انتصر، فنقول مثلا في جمعه انتصارات، احتفال احتفالات. إذا كل مصدر يتجاوز أحرفه الأربعة فإنه يجمع هذا الجمع. وأيضا مما ذكروا في المدرسة قالوا المخترعات الحديثة، الأسماء الحديثة التي عربها المجمع، مثل كلمة مسجل، لاحظوا كلمة مسجل إذا أطلقت على المذكر العاقل صارت صفة له، فنقول مثلا رجل مسجل ورجال مسجلون أو مسجلون. أما إذا أردت بها الآلة فنقول في الجمع مسجلات، لا نجمع جمع الواو والنون أو جمع مذكر سالم، تجمع بالألف والتاء. وكذلك مثلا في كلمة تلفاز قالوا تلفازات، هذين النوعين لم يذكرهما المؤلف. بعد ذلك تطرق المؤلف إلى كلمة سالم، يعني لم يقل مزيد بألف وتاء ويشترط السلامة في المفرد. لماذا؟ لأنه ورد بعض الجموع التي تغير مفردها، إما بالتحريك، تحريك الوسط قال مثل سجدة وسجدات، شجرة وشجرات، أو قلب الألف ياء كما رأينا في فضلة وفضليات وحبلة وحبليات، أو قلب الهمزة واوا في صحراء والصحراوات. إذا لو اشترطنا السلامة لاختل هذا الشرط في هذه الجموع. واضح كلام؟ بعد ذلك انتقل المؤلف إلى القضية التي ذكرناها. لكن قبل شيء، قبل تلفاز، تفضل. تلفاز كلمة ليست عربية، فكيف نجمعها تلفازات؟ قلت لحظة يا أخي، قلت هذه الجموع أو هذه الكلمات المخترعة عربها مجمع اللغة العربية، يعني كانت تدرس عندنا على أساس أنها معربة، عربوها في مجمع اللغة العربية في بعض مجمع اللغة العربية عربها الرائي. لا، في كأنه في تعريب آخر، يعني يعني علي الطنطاوي الله يرحمه كان هذا ما ورد عن علي الطنطاوي الله يرحمه، انه هاي الآلة سماها الرأي. صح، نعم. هذا ربما مثلا قوله او اجتهاده، او هو بالنسبه له كان يسميه الرأي. اما في مجمع اللغه العربيه اذكر انها كانت تدرس في المدارس كلمه تلفاز، وذكرت في الكتاب، يعني كتب النحو القديمه في سوريا، كان يؤلفها أناس يعني مختصون، أناس قديرون، عبد الرحمن رأفت الباشا، عبد الرحمن رأفت الباشا الغالب، والله لا أذكر يعني عشان عبد الرحمن رأفت الباشا صاحب كتاب صور من حياة الصحابي، صور من حياة التابعين. نعم،
تفضل على خير، على الخير ان شاء الله. جزاك الله خير. اذا وصلنا الى قوله ان تكون الالف والتاء مزيدتين. كيف يمكن ان تكون الف اصليه او تاء اصليه؟ قال مثلا في كلمه ميت تجمع على اموات، هذه انتهت جمع، انتهى بالف والتاء، ولكن ليست مزيدتين. لو حذفت الالف والتاء لا يبقى الاسم مفردا له معنى. اذا لماذا؟ لان التاء اصليه. وكذلك كلمه ابيات، اذا هذا الاسم يرفع بالضمه وينصب بالفتحه ويجر بالكسر على الاعراب اصلا، على يسموه جمع تكسير. وكذلك اذا كانت الالف اصليه مثل كلمه قضاه، قضاه قال اصلها قضيه من قاضي قضى يقضي، اصل الالف ياء. وغزاه اصلها غزيه من غزا يغزو، اصل الالف واو. فقال لك قاعده هي يسموها صرفيه، تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما فقلبتا ألفا، فقلبتا ألفا، فإذا تنصبان بالفتحة على الأصل. الحين هو يعني ما أدري أين سقطت كلمة أولات، أول ما بدأ الجمع قال وأولاتي. أولات مما يلحق بالمزيد بألف وتاء. لماذا عملته معاملة الملحق؟ قال أن ليس له مفرد، أنا سميت هذا الاسم جمع يجب أن يكون له مفرد، فهذا يعرب إعراب الجمع وليس له مفرد، فنسميه ملحقا بجمع المزيد بألف وتاء، أو سميه مثلا ملحق بجمع المؤنث السالم للتسهيل والتخفيف على الطلاب المبتدئين. قال الله تعالى وإن كنا أولاتي حمل، وإن كنا أولاتي حمل فأنفقوا عليهن. أولاتي هنا جاءت خبر الفعل الناسخ أو الفعل الناقص، فجاءت منصوبة وعلى نصبها الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم أو ملحق بالمزيد الجمع المزيد بألف وتاء. طبعا أيضا يذكرون في هذا الباب إذا سميت الأنثى باسم يدل على الجمع وأطلقته للمفرد، كما مثلا يسمي بنته أو ابنته هندات، إذا قلت رأيت هندات وأنت تقصد بها يعني بنتا واحدة ولا تقصد مثلا أكثر من بنت اسمها هند، فقال هذه يعامل معاملة الملحق، يعامل معاملة الملحق. بالألفية ذكر مثال على كلمة أزرعات، وهي اسم لمدينة ترعى القديم سمى أزرعات، وجاء بشاهد على ذلك قول الشاعر تنورتها من أزرعات، تنورتها من أزرعات وأهلها الحين يعني كما الشاهد. إذن هذه التي كنت أود ذكرها، وهي أن الاسم إذا أطلق للمفرد ودل على جمع فإنه يعامل معاملة الملحق، مثل ما مر معنا في جمع مذكر سالم كلمة عليون، قلنا عليون جمع علي، ولكنها في القرآن تطلق على مكان في أعلى الجنة وهو مجمع أرواح المؤمنين، ولذلك عملت معاملة الملحق ولم نسميها جمعا. طيب أنا أود اليوم أن نقرأ الممنوع من الصرف ثم نكمل الحصة بالإعراب، يعني هو ذكر تقريبا صفحتين عن الممنوع من الصرف لأنه يعني يخرج عن الإعراب الأصلي عكس هذا الباب. هذا الباب ينصب بالكسرة، الممنوع من الصرف يجر بالفتحة، وهنا طبعا يعني ذكر تعريفا بالممنوع من الصرف ولم يأخذ بالتفاصيل لأنه سيأتي له بحث خاص في يعني وصل الكتاب أظن في يعني نهاية أبحاث نحو، سيأتي بحث خاص عن الممنوع من الصرف وسنفرع عليه إن شاء الله في التفاصيل. هل هناك من يريد أن يقرأ؟ أنا لا ماني على لدي مولانا. نعم تفضل سيدي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ما لا ينصرف، قال وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه إلا مع ال نحو بالأفضل أو بالإضافة نحو بأفضلكم. نقرأ الشرح مولانا. نعم تفضل. قال الباب الخامس مما خرج عن الأصل ما لا ينصرف، وهو ما فيه علتان فرعيتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقامهما.
فالأول كفاطمة، فإن فيه التعريف والتأنيث، وهما علتان فرعيتان عن التنكير والتذكير. والثاني نحو مساجد ومصابيح، فإنهما جمعان، والجمع فرع عن المفرد، وصيغتهما صيغة منتهى الجموع. ومعنى هذا أن مفاعل ومفاعيل وقفت الجموع عندهما وانتهت إليهما، فلا تتجاوزهما، فلا يجمعان مرة أخرى، بخلاف غيرهما من الجموع فإنه قد يجمع. نقول كلب وأكلب، كفلس وأفلس، ثم نقول أكلب وأكالب، ولا يجوز في أكالب أن يجمع بعد. وكذا أعرب وأعارب وأعراب وأعاريب، فلا يجوز في أعارب أن يجمع كما يجمع أكلب على أكالب، وأصال على أصائل، فكأن الجمع قد تكرر فيهما فنزل لذلك منزلة جمعين. وكذلك صحراء وحبلة، فإن فيهما التأنيث وهو فرع عن التذكير، وهو تأنيث لازم. كيف سيدي؟ اسم الله. فإن فيهما التأنيث، نعم التأنيث، نعم، فإن فيهما التأنيث وهو فرع عن التذكير، وهو تأنيث لازم، فنزل لزومه منزلة تأنيث ثان، ولهذا الباب مكان يأتي شرحه فيه إن شاء الله تعالى. وحكمه أن يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، حملوا جره على نصبه كما عكسوا ذلك في الباب السابق. نقول مررت بفاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء، فنفتحها كما نفتح إذا قلنا رأيت فاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء. قال الله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. وقال الله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. ويستثنى من ذلك صورة، إحداهما أن تدخل عليه ال، والثانية أن يضاف، فإنه يجر فيهما بالكسرة على الأصل. فالأولى نحو وإن وأنتم عاكفون في المساجد، والثانية في أحسن تقويم. وتمثيلي في الأصل بقولي بأفضلكم أولى من تمثيل بعضهم بقوله مررت بعثماننا، فإن الأعلام لا تضاف حتى تنكر، فإن صار نحو عثمان نكرة زال منه أحد السببين المانعين من الصرف وهو العلمية، فدخل في باب ما ينصرف وليس الكلام فيه، بخلاف أفضل فإن مانعه من الصرف الصفة ووزن الفعل وهما موجودان فيه، أضفته أم لم تضفه. وكذلك تمثيلي بالأفضل أولى من تمثيل بعضهم بقوله رأيت الوليد بن اليزيد مباركا، لأنه يحتمل أن يكون قدر في يزيد الشياعة فصار نكرة، ثم أدخل عليه أل للتعريف، فعلى هذا ليس فيه إلا وزن الفعل خاصة. ويحتمل أن يكون باقيا على علميته وأل زائدة فيه كما زعم من مثل به. جزاك الله خيرا. طيب إذا هنا قال النوع الخامس وهو ما لا ينصرف. باختصار إذا أردنا تعريف الممنوع من الصرف نقول هو الاسم الذي لا ينون مطلقا،
لأن الصرف عند علماء النحو هو التنوين، يعني خلاف الصرف المقصود به دراسة بنية الكلمة، الصرف هنا في هذا البحث يسمى هو التنوين. فالممنوع من الصرف نقول هو الاسم الذي لا ينون مطلقا ويجر بالفتحة عوضا عن الكسرة، ويجر بالفتحة عوضا عن الكسرة. هذا الجر، هذا الخروج من الكسرة إلى الفتحة له شرطان، يجب أولا أن يكون ممنوع من الصرف خاليا من أل، وثانيا خاليا من الإضافة، لأنه إذا أضيف أو دخل عليه أل فإنه ينصرف بمعنى أنه يجر بالكسرة، ولكن لا يمكن تنوينه بحال، لأن التنوين لا يجتمعان مع أل ولا مع الإضافة. هذه ملاحظة مهمة. إذن هذه باختصار. الحين هو يقول لك الاسم الممنوع من الصرف يجر بالفتحة وضع الكسرة بخلاف الباب السابق، حملوا قالوا حملوا جره على نصبه كما حملوا في الباب السابق نصب المجموع بالألف والتاء على جره. وذكر قال لك الممنوع من الصرف هو ما اجتمعت فيه علة من علل تسع. لمن يحب أن يكتب أنا يعني أحفظ بيتين فيهما هذه العلل التسع وسنذكرها إن شاء الله في بحثها، ولكن الحين لمن أراد أن يكتبها يقول أحدهم جمع هذه العلل: لعلتين صرف الاسم يمتنع. هذا الشطر الأول من البيت الأول. من علل تسع وهذه تجتمع. إذا البيت الأول: لعلتين صرف الاسم يمتنع من علل تسع وهذه تجتمع. البيت الثاني: بالعدل والتأنيث ركب معرفة. الشطر الأول من البيت الثاني: بالعدل والتأنيث ركب معرفة. الشطر الأخير: جمعا وعجما ثم زد وزنا صفة. يعني باختصار يقول لك الناظم يمتنع في الاسم لعلتين من علل تسع، قوله بالعدل يعني العلم المعدول، سيمر معنا عدل العرب عن وزن فاعل إلى فعل كما قالوا في عامر عمر، التأنيث إذا كان الاسم العلم مؤنثا حقيقة أو لفظا أو بما معا كما مر معنا سابقا، ركب قال الاسم العلم المركب مثل حضرموت وبعلبك وغيرها، العدل والتأنيث ركب معرفة، هذا يقصد به العالمية، معرفة هنا علة العالمية. جمعا الجمع، صفة الجمع أو علة الجمع التي ذكرها المؤلف الآن. عجما كما مثل في الآية القرآنية ما جاء من الأعلام الأعاجم أو الأسماء العجمية كإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وغيرها. جمعا وعجما ثم زد، زد قالوا مزيد بألف ونون مثل كلمة عثمان وعدنان وعفان، يجب أن تكون ألف ونون زائدة على الأصل. ثم زد وزنا قال مقصود به وزن الفعل ما جاء من الأعلام على وزن الفعل، صفة ما جاء صفة لعلم أو صفة لغيره ولكن سمعت فيها صف علة أخرى كما سيمر معنا إن شاء الله. الصفة إذا كانت على وزن أفعل وأنسه فعلاء فإنه يمنع من الصرف، والصفة إذا كانت على وزن فعلان وأنسها فعلة فإنها تمنع من الصرف. هذا باختصار عن يعني العلل التسع التي ذكرها المؤلف هنا. طبعاً قال مثلاً كلمة فاطمة فيها علتان: العالمية والتأنيث. العالمية يعني التعريف فهو فرع عن التنكير لأن الأصل في الأسماء أن يكون نكرة، والتأنيث فرع عن التذكير، الأصل في الأسماء التذكير ثم تؤنس إما بإضافة التاء المربوطة أو بإضافة الألف المقصورة أو الألف الممدودة كما سيمر معنا. بعد ذلك ذكر ما اجتمعت فيه أو ما جاء فيه علة تقوم مقام علتين مثل علة منتهى الجموع، علة منتهى الجموع التي نعرفها نحن مشهورة عندنا وزن مفاعل ومفاعيل. أيضا هذه علة منتهى الجموع لها ضابط يضبطها، يقولون لك كل جمع تكسير جاء بعد ألف تكسيري حرفان متحركان أو ثلاثة أوسطها ساكن،
نعيد تعريف صيغ منتهى الجموع هي كل جمع تكسير جاء بعد ألف تكسيره حرفان متحركان أو ثلاثة ثلاث أحرف أوسطها ساكن. فبعضهم أوصل هذه الصيغ إلى عشرة أوزان، قالوا مفاعل ومفاعيل هذه المشهورة عندنا، وقالوا أفاعل وأفاعيل، وقالوا فعائل وفعائيل وفعائيل، وقالوا فعال وفعاليل، وقالوا فواعل وفواعيل يعني. أما الضابط لها أسهل أن تحفظ هذا الضابط طبعاً. وعلل ذلك قال لماذا أسميناها صيغ منتهى الجموع؟ قال لأن الجمع يقف عندها، بعض الأسماء تقبل أكثر من جمع. ذكر لك مثلاً مثال كلب يجمع على أكلب، ثم تجمع كلمة أكلب على أكالب، فإذا كأن هذه الكلمة جمعت مرتين، فهذه العلة قامت مقام علتين. وذكر بعض الأمثلة الأخرى التي يعني أغنى فيها الكاتب البحث حتى يدلل على هذا الأمر. ثم بعد ذلك دخل في موضوع إذا دخلت عليه كيف ينصرف الاسم، وجاء بالشاهد من القرآن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا هذه الكلمة في المساجد جرت بالكسر، لماذا؟ لأن فيها أل، فلو استعملتها أو استعملتها من غير أل لا جررتها بالفتحة، تقول مررت بمساجد كثيرة. لاحظوا ركز، بعض الناس يخطئ عندما يأتي الاسم من صرف بعده صفة، يظن أن الصفة هي مضاف إليه فيجره بالكسرة. يجب أن نميز بين الصفة وبين المضاف إليه. فمثلا لو قلت مررت بمساجد القرية، هنا القرية مضاف إليه فنجر كلمة مساجد بالكسرة. أما مررت بمساجد حديثة، مساجد كبيرة، فهي هذه كلمة صفة، لذلك تبقى الكلمة ممنوعة من الصرف. وعند دخول أل عليها واضح ما فيه لبس، مررت بالمساجد، مررت بالمساكن، واضح الكلمة. الحين دخل في نقطة هي التمثيل بالإضافة، عندما قال مررت مثلا بأفضلكم، قال إن كلمة أفضل ممنوع من الصرف لأنه صفة على وزن أفعل، فإذا أدخلت عليه فقلت بالأفضل جررت بكسر الدخول أل، وإذا أضفته فمررت بأفضلكم فتجره بكسر لأنه أضيف إلى الضمير. هنا انتقد بعض يعني من سبقه أو عاصره في تمثيله مثلا بالقاعدة بكلمة عثمان، فقال مثلا جاء مررت بعثماننا، فقال هذا الاسم عندما أضفته هو اسم علم، والاسم العلم معرفة، فكيف يضاف اسم العلم إلى الضمير؟ لابد أنه أصبح نكرا، نكرة حتى أضفته إلى الضمير، يعني عندما أضفته الضمير أصبح نكرة. وإذا أصبح الاسم العلم نكرة زالت منه علة العلمية فلم يعد ممنوعا من الصرف، أصبح مصروفا، أصبح مصروفا. وأنا أقول يعني لماذا يعني هذا التشديد؟ يعني إذا فرضنا عندنا شخصان كل منهما اسمه عثمان، ولكن هذا الشخص من هذه القبيلة وهذا الشخص من تلك القبيلة، فإذا قلت مثلا جاء عثماننا أو يعني حتى نميز شخصنا عن الشخص الآخر، يعني لماذا هنا يعني ذهب التعريف عنه؟ أليس هو علم يعني يبقى علما؟ يعني هذه المسألة أود إن شاء الله أن نبحثها أو نراجعها في كتب المطولات حتى نبحث إذا كان هناك من عارض ابن هشام على هذا القول أم قوله هو الصواب ولا معارضة له. بالنسبة للشاهد الآخر عندما قال مثلا قوله بأفضلكم أو بالأفضل، انتقد من استدل بيت الشعر رأيت الوليدة أو الوليدة بن اليزيدي، فأدخل عليه أل أيضا، يعني يعتبر أنه اسم العلم إذا دخل عليه أل أصبح يعني كأنه لماذا قال يعني أنه تقدر فيه الشيوع. رأيت الوليدة، نعم هذا الكلام الذي شيخ مبشر أرجع أقرأ لي عند
ما الإشكال الذي طرحه ابن هشام هنا عند هذا الشاهد؟ قال وكذلك تمثيلي بالأفضل أو عفوا بالأفضل أولى من تمثيل بعضهم بقوله رأيت الوليد بن اليزيد مباركا، لأنه يحتمل أن يكون قدر في يزيد الشياعة فصار نكرة، ثم أدخل عليه أل للتعريف، فعلى هذا ليس فيه إلا وزن الفعل خاصة. ويحتمل طيب. أن يكون هنا أقول يعني عندنا في الفيت بن مالك يذكر بيتا في هذا الخصوص، يقول لك وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارس والنعماني، فذكر ذا وحذفه سياني. يعني نص عليها ابن مالك في الإعلام، يقول لك جاءت بعض الأعلام مقترنة بأل، سواء أدخلت عليها أل أو حذفتها من أل فهي معرفة، ليست أل هي التي عرفتها، الفضل والحارس والنعمان، فقل جاء فضل أو قل جاء الفضل، جاء حارس أو جاء الحارس، جاء نعمان أو جاء النعمان، الأمر لا يختلف. يعني هنا ما أدري لماذا ابن هشام رحمه الله تنكر يعني هذا الشاهد. واضح؟ يعني اسم العلم معرفي، سواء من باب المعرف لا يعرف، هو ممنوع من الصرف لوزن الفعل العلمية، وزن الفعل يزيد، تقول يزيد جاء يزيد بن أبي سفيان مثلا أو يزيد بن معاوية، وتقول قوله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء، فلفظ واحد يدل على اسم وفعل، سياق الجملة هو الذي يحدد. وهنا الشاعر اضطر مثلا لوزن ضرورة الوزن الشعري أن يدخل عليه أل. طيب الحين إذا إحنا انتهينا من هذين البحثين، نترك الوقت الحين مثلا عندنا 10 دقائق من أجل الإعراب، نحاول أن نأخذ الشواهد التي مرت معنا اليوم. مثلا نعود جمع المؤنث أو المزيد الفتاء، فعندنا مثلا خلق الله السماوات والأرض، هذه الآية المشهورة، من يريد أن يعرب؟ أنا لا مانع عندي مولانا. نعم سيدي. نعم سيدي. تريد أن تعرب؟ تفضل. نعم سيدي. خلق الله السماوات والأرض. نعم. الله يجزيك الخير. خلق فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره. الله فاعل مرفوع والعلامة الرفعية الضمة الظاهرة على آخره. أول شيء نقول الاسم الكريم مثلاً، نحن عما أنا يعني محمد الزعبي سيدي، محمد الزعبي. أدري عم بحكي على الاسم الكريم، يعني اسم الله. الله. طيب. على الاسم الكريم. نعم نعم. هل يمكن أن نرفع الستارة حتى نتعرف على بعضنا؟ طيب. يا شيخ محمد. نعم نعم. نرجو أن نرفع الستارة كي نتعرف على بعضنا، يعني هذا أهم ما في الموضوع بداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله قوي. السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم فاعل مرفوع عن رفع الضمة. نعم. السماواتي. السماوات مفعول به منصوب على نصبه الكسرة الظاهرة على آخره، لما أول شيء نقول كسرة نيابة عن الفتحة. أيوة. الأصل النصب الفتحة. نعم. يجب أن نذكر لماذا جاءت كسرة هنا. نعم. نيابة عن الفتحة لأنه جمع، أو لأنه جمع مزيد بألف. نعم. وتاء. نعم. والأرض. والأرض الواو حرف عطف، الأرض معطوف على السماوات، مفعول به ثاني منصوب على نصبه. لا مفعول به ثاني يا شيخ، دقيقة، لما تقول الواو حرف عطف، الأرض من الاسم معطوف على السماوات، لاحظ منصوب مثله. أيوة. علامة نصبه الفتحة. الفتحة الظاهرة على آخره. نعم الله يجزيكم. إذا لاحظ معي، الاسم الأول منصوب بالكسرة والثاني منصوب بالفتحة. نعم. والاثنان نقول عنهما منصوبان معطوفان على بعضهما، يعني متماثلان في حالة النصب، لكن كل واحد له زي خاص في النصب، كما لو مثلا شبه هيك جاء عالمان، عالم من الشرق وعالم من الغرب، فكل عالم يرتدي لباسه الذي اعتاد أن يلبسه في بلده، نقول هذان عالمان وإن اختلفا في اللباس. واضح؟ يعني التشبيه يعني بس تقريب. طيب بعده
يا أبو عامر، عندنا آية أصطف البنات على البنين، تفضل يا أبو عامر. أبو عامر معي؟ نعم نعم معك، ولكن باقي الفول لم يكن كان مغلقا. هذه آية حرف الاستفهام، أصطف البنات نعم. على البنين، تفضل. أصطف البنات، الهمزة حرف استفهام، اصطفى فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف منعا من ظهورها للتعازل، مبني على الفتح، الفتح مو الفتحة، الفتحة دعاها الفتحة. نعم نعم. البنات والفاعل، والفاعل فاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعتقد هو يعود على الله عز وجل. نعم نعم. البنات مفعول به منصوب على من نصبه الكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. إيه، إما نقول جمع مؤنث أو نقول مزيد بألف وتاء. مزيد. في هذه الكلمة يجوز أن نقول جمع مؤنث سالم، ولكن في غيرها من الكلمات مثل السماوات، سماوات الحين ذكر المؤلف أنه عند الجمع تغيرت الهمزة قلبت واوا فلم يسلم بلاء مفرده، لذلك الأول أن نقول مزيد بألف وتاء حتى يعم الجمع مؤنث سالم وغيره. أو هكذا كما تفضلت يعني أفضل، أقول يعني مفعول به منصوب على نصب الكسرة لأنه مزيد بألف وتاء. نيابة عن الفتحة، لحظة شو الكسرة نيابة عن الفتحة؟ نيابة عن الفتحة لأنه مزيد بألف وتاء. تمام. طيب على طلبت أن هناك أناس يلزمهم رياضة، ونحن نبشرهم أن هناك سيكون افتتاح نادي رياضي في البيت الحمصي، بس الله عليه، ولكن عليه أن يهيئ تمويله من تمطمطه. الله يبشرك. الله يبارك. نعم. أصطف البنات على البنين، ما هيك يا شباب؟ نعم. أصطف البنات على البنين، نعم. تفضل. أكمل على البنين؟ نعم. أكمل على على حرف جر البنين. اسم البنيني، البنين اسم مجرور وعلامة جره هو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وعلامة جره ماذا قلت؟ علامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. مجرور ما بالياء والنون، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. أحسنت. طيب بعده ماذا مر معنا في قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد؟ يلا نريد أخا يعربها قبل أن ينتهي الوقت. من يا شباب؟ شو هي؟ شو هي؟ وين؟ قل تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. في أبلى يا مولانا. تفضل في أبلى آي. إنه وحينا إليك. وكنتم أمواتا فأحياكم. طيب تفضل سيدي. وكنتم أمواتا فأحياكم. مين بس أعطيني أسماء الشباب الموجودين مشان نشغلهم. في أحد ولا ما في أحد من الشباب؟ كنتم فعل ماض ناقص. طيب فضل. كان فعل ماض ناقص والميم علامة جمع الذكور. لا لا لا، أنت ما تعرف كانت، تعرف كنتم، بدك تبدأ كنتم تقول فعل ماض ناقص مبني على السكون. مبني مبني على الضم. على السكون. لا. ضم فعل ماضي مع ضم مع واو الجماعة فقط. كنتم كن. ليش عم نقرأ المتن كل مرة؟ كنت نحفظ المتن. المتن موجود. قال لك يسكن فعل ماضي يبنى على السكون مع ضمير رفع متحرك ذكر يعني. نعم. إذا مبنى على السكون لتصالي بتاء الفاعل المتحركة. والتاء يعني مثل أفعال ما مثل يعني ما لها مثل أفعال العادية، ما مثل ناقصة بالغ غير شكل. لا لا لا، بس في العمل بدل ما ياخذ فاعل مفعول به نفس الافعال يعني نفس الافعال اذا اتصلت به. نعم نعم نعم. امواتا، لحظه اكمل اكمل اعيد مره ثانيه. كنتم فعل كنتم ماض. فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، تاء الضمير المتحرك متصل بالضم في محل اتصاله لاتصاله بضمير متحرك. ايه بدي التاء، اعرب التاء، والتاء ضمير متصل. هاي التاء اسمها في محل رفع اسمها احسن. والميم علامه جمع الذكور. والميم علامه جمع الذكور. وامواتا خبرها.
إيه بس أكبر أمواتا خبرها منصوب. منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. أحسنت. لو لاحظوا أمواتا منصوب بالفتحة ولم ينصب بالكسرة، لماذا؟ لأنه جمع تكسير. لماذا؟ لأن التاء فيه أصلية. منصوب بالفتحة هو منصوب بس بالفتحة ولا علامة نصب الفتحة؟ لا هو منصوب لأنه خبر كان بس عمول علامة نصب الفتحة. بس ما الفتحة اللي نصبته؟ لا لا أنا شو قلت؟ قلت منصوب على نصب الفتحة بس بعد علامة النصب الفتحة. إيه عم أقول إنه انتبه هنا يعني منصوب بالفتحة وليس بالكسرة. لماذا؟ إيه؟ يأخذ ألف وتاء ويدل على الجمع ولكن التاء ليست مزيدة، التاء أصلية. هذا إيه السبب نعم. يعني ركز على عيد قاعدي. طيب وكنت أمواتا فأحياكم، كمل أحياكم إيه ف وكنتم أحيا فأحياكم ف الفاء حرف عطف. حرف عطف أحيا فعل ماضي. فعل ماض. فعل ماض مبني على الفتح. على الفتحة المقدرة على الياء. إيه بس خير الفتح بدل الفتحة، الفتح يكون مبني على الفتح المقدر على الألف. على الألف. على الألف اللي الفتح المقدر على التعذر. والفاعل إيه. ضمير مستتر. والفاعل ضمير مستتر. جواز تقديره. تقديره أنتم. لا تقديره هو. هو فأحيا فأحياكم نعم هو فأحيا هو الأحيا هذا المفعول به يعني. هلا والكاف. والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به. ضمير عطف محل نصب مفعول به والميم علامة جمع. ميم علامة جمع الذكور. إيه شو بقى عندنا يا شيخ بشر آيات مرة ومعنا ما عرفناه اليوم. عندنا مولانا الخلق. يعملون ما يشاء وأوحينا إلى إبراهيم. وأوحينا إلى إبراهيم. طيب يلا حلو يعني وأوحينا. أعطينا واحد اسم واحد جديد يكون ما يشتغل اليوم شغله. شيخ بلال موجود ولا مش الشيخ بلال؟ هو العرب عبد الله بيعرف أبو عامر هلا. مين؟ عرب عبد الله من شوي يعرف أبو عامر هلا. إذا داخل من خطين إذا داخل من خطين بصح يعرف مرتين. لا لا خلي واحد الله يستر خليه غيره. شيخ بلال مش الشيخ بلال وينه؟ معك حمزة عبيدة حاضر؟ لا والله يا سيدي أنا وحدي هنا. وحدك وعمار؟ وعمار أيضا غير متوفى. هذه الدروس لمن نفعلها إذن؟ نعم لمن يستفيد. لمن يستفيد؟ هذا أشهر حمزة تفضل. بسم الله. أوحينا إلى إبراهيم. أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. وأوحينا الواو بحسب ما قبلها أوحينا فعل مضارع عفوا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا الدالة على التعظيم. ونا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. ايه بتخلي بالاعراب نقول اوحينا فعل ماض مبني على السكون صالي بنون المعظم نفسه بنون المعظم نفسه بعدين بنقول ونا ضمير متصل في محل رفع فاعل. نعم. الى حرف جر. ابراهيم اسم مجرور بإلى وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة. وإسماعيل نفسه أم نفسه؟ المعظم نفسه. نفسه يعني مفعول به للمعظم. أنت قلت نفسه. ما في أخطأت. نعم. وإسماعيل الواو عاطفة. إسماعيل لا. اسم معطوف على إبراهيم مجرور مثله وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلة السابقة. الواو لو نقول مجرور مثله وعلامة جره الفتحة عوض عن الكسرة عوض. طيب كم؟ نعم. الواو الثانية حرف عطف. إسحاق نعم. اسم معطوف على إبراهيم مجرور نعم. مثله وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. نعم. ويعقوب أيضا الواو عاطفة. يعقوب اسم مجرور على إبراهيم مجرور مثله اسم معطوف على إبراهيم مجرور مثله وعلامة جره الفتحة عوضا أو نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. نعم. طيب الله. في بعد حبوا تعلموا ولا خلص وقتنا مش ما نتجاوز على الوقت. يعملون له ما يشاء من محاريب والتماثيل. طيب يلا في إذا في حد يعرف مشان بده وجوه جديدة ما في أحد. من يعرف يفتح الميكروفون. يعملون. أنت أعرف يا أبو زيد. يعملون وأنا أبو زيد. اتفضل. يعملون
فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. نعم. واو جماعة. واو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. مبني على السكون في محل رفع فاعل. مبني على السكون في محل رفع فاعل. معنى له. شوفان معنى الشيخ عبد المحسن بوعرين. لا 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 حرف جر ها ضمير يعني جار ومجرور حب حب لا حرف جر ولا ضمير متصل ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر بحرف الجر والجار ومجرور والجار ومجرور متعلقان بيعملون فعل يعملون فعل يعملون ما يشاءون ايوه ما ها هاي ما مفعول به هاي بس شنو شنو هاي ما ما اسم الفعل شو هاي لا هاي 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 اسم شلون ما ما اسم اسم موصول بمعنى الذي اسم موصول اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل نصب مفعول به تمام يشاء فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على اخره من طبعا. حرف جر وحاربة اسم مجرور بحرف الجر وعلامة الجر هي فتحة نواب عن الكسرة فاعل يشاء ممنوع من الصرف فاعل يشاء اول يشاء فاعل ما يعمل ما يشاء يعمل له ما يشاء أيوة هذا فاعل. هذا يشاء مع الفاعل هو ضمير 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 مستتر جوازا تقديره هو جوازا تقديره هو على على سيدنا في له يعود على الهاء في له يعملون له ما يشاء اما العائد العائد الذي يعود على ما فمحذوف فتقديره يعملون له ما يشاءه ما يشاءه يعني ما يريده ما يطلبه من محاربه هذا ايش معنى من محاربه من من حرف جر محاريب اسم مجرور بحرف الجر وعلامه جره هي فتحه عوضا على الكسره لانه اسم ممنوع من الصرف ما المانع له المانع له وزن مفاعيل منتهى الجموع وزن مفاعيل وانتهى الجموع هل الجار مجرور أين نعلق الجار هنا من محاريبة؟ نعم دقيقة من محاريبة أين نعلق الجار والمجرور؟ جار المجرور يشاء لا لا ما ما يستقيم الكلام يشاء من محاريب ما يشاء من محاريبة وتماثيل إيه؟ محاريبة إذا تتعلق بالفعل مباشرة ما بتركب سيدي متعلقة بحال من الضمير يشاؤه من الهاء هو الهاء المحذوفة فالجار والمجرور متعلقان بحال محذوف من العائد وجملة يشاء جملة فعلية يا سيدي لا محل إعراب لأنها صيغة الموصول اسمي والحمد لله رب العالمين الله يجزيك